وارنها عالم كهالوار وحقوق الآذاني حقوق الآذاني حقوق الآذاني يعني كوبا نانتي إن كلها الأرض وارم هاي تعري كنوع عاي وارم علي ولا بعسر يلا لوسو ده جاي محارج جنا خدك وارم ها أنا قدير جنا قصيبة وارم بمقلب ذو ولا وده بجاي وادنا عنا أنا لك عن شرطة محا حقوق ده يدخل سحر ما بدنا أدنى محما عن قبنا خص حطي ما سوى هو يا عنا قعيسا مري يضبان وارم ها هو يعني كحقوق ملامية رمو حقوق ملامية قدامي هنا حقوق ملامية سب ما حتى هذا اللي معك حقوق ملامية محا أنا أنا حقوق تري ويا بلا عبد يا رسول الله يا ربي يا أنا ما هي واحد تروح نوع عار حقك تبي تروح نوع عار أنا بحا قد جا نحري بحا قدامي هنا نحري بحا حقوق ضدنا نحري ضد كأن نقحوه تجا سال الله حكم يا سنك الله الله قبت الله يحري الحق هذا الله ما بشه حق أنا هذا اللي صوت وما كان 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 نشوفنا حراش أني نحتاجنا بوش أني ما أبو قد لي وقد لبرعت كان نادلي بحا قد لبرعت كان نادلي هاي حاملة أنا هاي صمنا أنا توبة أول رقية هم قريها يقوي وواحد لا يوحد كريه ناقة وأنا لفوق أصبعي أني كي جحري وولا الكي حري وقدامي هي جحري وواحد ويا ما لا نكتي إيه ما لا يستعان الله وأما حياتي كم عار دك ماذا واحد نقول قصبان وما أنت وقول قصبايا كم أحد لك كرتين مشاس سفاء وكير كم أحد لك كرتين حتى ما أنت وقول لي نفسي يا أم أحد أنا حاملة أصلا من قدلي محو يقول لي ما أحد لك كرتين كم كحيان كم هذا ما حد رأو ما أحد لك كرتين كم كحيان وعن قصة أخي وأن تجينا وقد جاي قدامي هي جدك سري الصدى برعد بضيع ذا توقع محو يقول عن خاب حق ضره وحوى هنا حقوق ذا برعد كلا كشف إن قلم ذو أي نقول شفه وأي وجد أي نقول ضيع ذا نقول فرصة لسه لا لا مو فات لا يتم برد بارك عندك لا ب ب هذا كان ساكن حوي بعد الحمل يوحدي أيوة بعد أنت كويس صدق كويس وصب حوي كان ترى أنت لا يوصل قاتين بي وحنا هذا كيو صغير يا دسك وهو بعد العذب الوحنا ما نكيلين ما نكيلين ما ما نعبد القادرين على عبد كام نحل كام ما يماكروا لا كام ما يماكروا كمان كمان يماكر كابك كمان غور 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 كمان تسمع صدح بلوط أيه جوجا ولد كان كم قادم نقال كم قادم بيع أنواع كلا سكسة أو كلا باع أو تدرس أبين ولا كلا بوب يجوا على كلا تدرس كلا قد يا صدق أفر كلا واتك سعوي لو كدي لأدار ما رأي كويس قلت كم كام كهيان وبركة فيبت وكيبت أجمد دعوة بعد وين وحن كعبنا إن أمريكا إن ركع قفتو دتك قرادات كان يجي لي وقلت جاني وحقرت كي ولما ده إني حرية بس كي حنوصة قادي لها بيانها على يقلي ودولت اللي وقت بيه هو بيجي بيان تهاب على الروح حري وصلي قاعدة اللي هي يلا جارك اللعبة نرجع ندتك سدي واحد لوجوه نفسه واحد جوجان المولي واحد جوجان أظن واحد أسحام يا ملح واحد جح جح يا ملح بركة عصا من العضين إن كام كان واحد صباحا إلا جيا كام كله ورجع حلي اللي راه وأنا وتعسر أجمع وذات كسر قل قربت هالكين منا وقال كي بقول بقى غلطية هاي حرق حفصي أبدا على الله ربنا إن شاء الله تعالى هدي إليه كله ما جع عيسى وحنا وقعنا ما تعد ما خلاص على عبد قام على عبد قام ما تعد وكحره ورد على كحرته شعب كوان باتي قام كوتن بهدي أنا كلا كدينا كل الله وحنا نفاه يا عبور وحنا نفاه يا حرق وحنا نفاه وحنا وحنا عن فيها يجي وحنا وحنا حرق الشهر شو ما يجي وحنا وحنا بدوريا يجي وحنا وحنا عبايا يجي تو ما نعيش تا تو ما نمر منا أنا لا تو ما يوصل لا ما تو ما تو ما تو ما تو ما هي ما تو ما دكاس دكاس ماشاء الله سأسأل ما هي دكاس دكاس مسؤول كا
kasoo dadka meesha ku baabaya waa dad kasoo qaxay bacaadweyn halkaasay dhoomeen dadkii masuulka ku ahaa oo u shaqayn jiray ama guddu ahaana isteeshinkaba maalin kasta waxaa looga dhigay inay jiif iyo qadiyo quraacay ku casheeyaan waa lana soo hadli kanaaseenayo dadkiina ugu dooni kartaan taasaan maa caburu baanan ku hayaa haddaan gaalka cidigana caburu baanan ku hayaa beesha kumistaana caburu baynu haysaa degmada dadka degan oo galmudugah caburu ma rabno ganacsatada magaalada degan baa ka mid nahay waxaan bixinaa cashuurta waxaan taana hantiilayaasha magaalada intaas ma nalooma oga dadkeenni soo barakacay ba caburu lagu haya caburu ma rabno caburunta aan laga qaado waa inay noo kacaan dadkeen xilka nooga haya dowladda galmudug oo beesha qubaysay kaam hayaan dadka masaakiinta oo soo barakacay guryahoodii ka yimid oo dhibaatadu keentay dadka xeladhex u fariistay oo guddoomiyahoodii iyo xoghayahoodii iyo raggoodii xiray oo shalay markii xabsiga la geliyey ay dad ugu dambaysay xilligaana meelna lagu sheegin raggii dhibaatadaas dadka lagu haya ayaan muxuu ahaa caalamka ogeysiinaynaa iyo ummadda muslimiinta iyo inta waxgaradka ah oo dhan baan ogeysiinaynaa marka iyo hay-adaha samafalkaan ogeysiinaynaa miidiyaha galabta waxaa nagu soo kalifay dadka masaakiinta oo isbitaallada yaalla oo caruurtii qurcaanka ka yimid oo wixii u soo baxaba qolo gaari leexsanayso marka insha allah waxaan codsanaynaa inay dadkaas malaka qabto dhibaatada wada oo dadka masaakiinta ku kor qaraabanaya oo haddana raggii hadlaya oo wuxu keeni lahaa xirxiray waxaan rabnaa caalamka inuu nala ogaado oo adduunku meeshaas uu wax ka ogaado wax weyn meeshaan laga ogaado meeshaan waxaan ka caddaynayaa in aan nahay barakacayaashii bacadweyne ilaa shabeellow kaam hayaanaan ku soo baxnay xaquuqdayada raggii raadinahayay inay xabsiga yaalliin oo ayna caburinayaan maamulka galmuduga alkacayo oo ay nagu caburinayaan niman caloosha u shaqaystayaala oo dantooda koobanaya annaguna wixii xaquuqdayada iyo xaqeeba u doodayay baan u doodaynaa in nalakaga soo bixiyo xabsiga ay ku jiraan oo xorriyadooda loo soo celiyo oo dadka masaakiinta u adeega adeeggaasi nala waxaan rabnaa in dadkaas nala kaga qaado cunaqabataynta oo aan nala ku qasbin dadka aana rabin nala madax banneeyo xorriyad nala siiyo oo dadkayaga iyo dalkayaga iyo dadkayaga nala kaga dhex boxda adaha dabadiisa ka hadlaya oo ku soo qaraabanaya nimanka caloosha shaqaystayaasha waxaan rabnaa inay dowladdu faraha kala baxdo annagaa dantayada xallisanayna oo dadkayaga xallisanayna oo degmadayada u doodayna oo dadkayaga marasa u shaqaysanayna waxaan rabnaa galmudug inay faraha nagala baxdo siiba maamulka gaalkacayo gobolka iyo isteeshinka iyo waxa dowladda hoose u shaqeeya inay naga baxaan baan rabnaa oo adduunka u sheegayna oo dadka muslimka u sheegayna oo dariska u sheegayna annaga waxa weeye hadday xaajadu dhammaan weyso waxaa la yidhi wiil gabar dhashay iyo wacal baa ka shaqaysa wiil gabar dhashay iyo nin daadabadi ka shaqaynaya midna ma rabno waxaan u sheegaynaa in wixii hore nala ka dhacay wax dambe aan nala soo wadin nala rabo in cad nala saaro oo degmadu naga dhacdo oo kuwa dowladda hoose naga dhacaan oo kan gobolku naga dhaco oo maayarka magaalada naga dhaco oo tuugadii shalay uu la shaqayn jiray oo akoomada lacagta ugu shubi jira oo ugu shubo intii hartana asagu uu qaato annagu waxaa shalay waa wixii aan ka kacnay oo madaxdayadu ka hadlaysay oo annagu aan ka hadlaynay annaga oo ah dumarka beesha qubays ee kaamka hayaan qubayska ah oo kaamkan la yidhahda kaam hayaan iskugu yimid dadkiisi magaalada joogay aan nahay dadkiiba baahana isbitaallada yaallaan maanta ku soo baxnay guddoomiyahoodii waa la xiray maasuqaa lagu xiray tuug baa xirtay afar ninoo shirkahaa xirtay waxaan rabnaa dowladda iyo maamulka iyo xildhibaanada intaan ku leenahay soomaaliya tuugta inay naga qabtaan dadkeenni waa baaba'ay waa